عملية كبرى لإزالة القنوات الإسمنتية للري الفلاحي ببلدية بوهني في ولاية معسكر شرعت فيها السلطات لإبعاد خطرها عن السكان، حيث تم تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنهائها في أقرب الأجل. يشرع اليوم ديوان وطني وسقي وصرف المياه بإزالة القناة السطحية بوسط مدينة بوهني. طول تاع قناة حاليا هي 670 متر طولي. اليوم ذوك الساقية هاو بداو فيها اليوم راح تستغرق تقريبا واحد الأسبوعين على الأكثر ثلاثة أسابيع إن شاء الله، ولكن احنا راح نزيدو لهم نعاونوهم بالكاميون باش العملية تمشي في أقربات. قنوات يعود زمن وضعها إلى بداية أربعينيات القرن الماضي كانت سببا في وفاة الكثير من الأطفال، ناهيك عن أنها تقسم المدينة وتصعب مرور السكان من طرف إلى آخر. رانا فرحانين باش يقلعوا علينا هذه الساقية هذه اللي كتلت تشعل من الغريان، من بينهم ولدي بنتي في 2003. خمسة اللي نعقل لهم أنا، خمسة وقدامي أنا اللي جبدوا قدامي، والحمد لله نشكروا سيدي والي الولاية. وهذه القناة ماتوا فيها 12 واحد دابري لي زانفورماسيون من عند لا بروتيكسيون سيفيل، في 212 واحد، وزادين اون بليس دو زا قربوا عليها دي زيكول بريمير، كاين دو زيكول بريمير. على هذه الساقية هذه المغرب راهي محبسة علينا الطريق ومحبسة علينا كل شيء، والطريق ضيقة. السكان تقبلهم بزاف. علاش؟ تقبلهم ما يسيبوش كي يدخلوا، مهودة الأرض بزاف. مواطنون ينتظرون الانتهاء من عملية إزالة هذه القنوات للتخلص من شبح ظل يلازمهم لأكثر من 80 عاما.